مشاهدينا برحب بيكم، اهلا بيكم في برنامج كل يوم حكايه. النهارده اول حلقه في السيزون رقم 2 في البرنامج، وهيكون معانا ان شاء الله فقرتين. اول فقره هيكون فقره فنيه مع الفنان الصاعد ابراهيم الجندي، وتاني فقره هتكون عن تاثير مواقع التواصل الاجتماعي على اطفالنا وعلى المراهقين. وبنرحب باستاذ ابراهيم، اهلا بيك يا اهلا فندم. بيك، كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك. زي ما كلنا عارفين يا جماعه، الفن هو ارقى اللغات على الاطلاق وارقى الوسائل التي يحاول الانسان منذ ان خلق الله عز وجل التعبير من خلالها عما بداخله وعن ذاته وافكاره ومشاعره، وذلك عن طريق استخدام مهاراته لانتاج اشياء تحمل قيمه فنيه. والفن انواع، والنهارده معانا نوع مميز من الفن وهو فن التمثيل، ومعنا موهبة صاعدة. الأستاذ إبراهيم، عرفنا بقى بحضرتك في البداية كده، وعرف الجمهور بنفسك. معاك إبراهيم الجندي من منصورة، أجد أهلية. أستاذ إبراهيم، إمتى حسيت إن أنت يعني اكتشفت موهبتك، أو مين قال لك إن أنت تنفع في التمثيل، ومين كان بيدعمك من أسرتك أو من أصدقائك؟ من فترة كده طويلة. يعني ده دخلت في المجال ده إمتى؟ من سنين طويلة؟ من لا وأنت صغير لسه ولا داخل. لسه؟ لا لسه بادي، يعني بادي 3 شهور أهو. تمام. مين مثلك الأعلى في الفنانين في زمن الفن القديم؟ الزعيم عادل إمام طبعاً، كوميدي. انت على كده بقى بتحب الأعمال الكوميدية أكتر من الأعمال الدرامية؟ لا، الكوميدي أحسن. يعني تحب إن أنت تاخد اللون ده؟ أيوة بعد كده تمام، يكون لونك الكوميديا، مش ناوي تدخل في دراما أو رومانسي؟ لا، الكوميدي أحسن، الكوميدي أفضل بالنسبة لك. طيب كلمني عن طموحاتك كده في المستقبل، ايه اللي انت رسمه لخيالك؟ ناوي تعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي انت اخدتها؟ خطواتي دي من زمان، كنت اغواها التمثيل من زمان والكلام ده. وفي ناس ممكن تخش يقول لك ايه، داخل عشان الفلوس. مش كل حاجه مش الفلوس. انت واخد الفن كهوايه، هوايه، مش كان انت محتاج ماده او كمكاسب؟ لا 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 لا، في ناس كده ممكن يقول لك ايه، نخش عشان الفلوس. لا لا، خلي الفلوس دي اخر حاجه، اخر حاجه. تمام، بص على توصل تبقى نجم، ناس كلها تشوفك، ناس تعرفك، زي الممثلين التانيين كده. ايوه تمام. طيب انت ايه الاعمال الفنيه اللي انت داخلها قريب ان شاء الله؟ ان شاء الله كنت عامل مسلسل يعتبر من 3 ايام، اسمه وهي ابطاله مين بقى؟ وفاء عامر ومنصر. وفاء كمان دينا الفنانه، دينا الرقاصيه. لا تمام. وفي جمال مصرين كمان قدام وجداد والكلام ده. تمام. انت واخد دور ايه في المسلسل ده؟ موظف في شركة. يعني الدور ده عبارة عن كم مشهد؟ واخد حقك فيه ولا؟ لا لا، واخد حقي فيه. كم مشهد؟ ممكن اللي انا عملته حوالي كده 8 مشاهد اهو، ولسه المسلسل لسه شغال، وان شاء الله كده هيتعرض يوم 15/11 على قناة النهار. كنت بتقول لك مسرحية برضو عملتها؟ لا، في مسرحية ان شاء الله اسمها العمدة. العمدة؟ دي اتعرضت ولا ايه؟ لا لسه هتبدأ. هتبدأ الأسبوع الجاي ان شاء الله. وانا كمان داخل كمان في افلام تانية مع الفنان كريم عبد العزيز وفنان احمد رزق. ابتديت تصوير في حاجة ولا لسه؟ لا، انا لسه ده اول مسلسل اهو. والمسرحية انتهيتوا من تصويرها ولا؟ لا لسه هتبدأ الاسبوع الجاي على يوم الاربعاء اللي جاي ده ان شاء الله. هتتعرض فين؟ في التحرير. في التحرير. عارف اليوم محددا يعني تحديدا عشان نعرف الجمهور وكده؟ الساعة 8 بالليل. يوم ايه؟ يوم الاربعاء. يوم الاربعاء. تمام. انت قلت لي المسلسل هي ده هيتعرض 15/11 على قناة النهار. تمام. مين اللي وصلك بقى للمخرجين؟ مين اول حد يعني حطك على اول سلمة؟ ازاي اتعرفت على ناس في المجال الفني ودخلوك وخدت ادوار؟ لان في مواهب كتير قوي بتتعب على ما بتوصل لحاجة زي دي. نظام الورشة والمعهد والكلام دي، انا كنت عارف ناس والكلام ده. واول حاجة انت دارس؟ دارس ورشة. دارس ورشة؟ ورشة. خدتها فين؟ خدتها مع مخرج اسمه خالد مطوع، ومعايا كان كمان تبع النقابه وكده. وده اللي وصلك للاعمال أيوة الفنيه؟ ايوه، وصلني للاعمال دي. طيب كويس والله. انت معاك كارنيه نقابه؟ ايوه. طب يا ريت يا جماعه نعرض الكارنيه، كارنيه النقابه.
كمان انت عطينا صورة ليك انت والفنان منذر، صورة من مسلسل هي، يا ريت نعرض كمان الصورة بتاعت الفنان منذر مع. تمام. طيب كلمنا كده عن نفسك وعن حياتك، وانت نشأت فين وكده، كلمنا عن بلدك، انت منين اصلا؟ انا من منصورة، من محافظة الدقهلية، قرية اسمها إخطاب تبع مركز أجا. نشأت في المنصورة أساسا. أيوة وحاليا ما زلت عايش فيها. أيوة تمام تمام ناوي بقى أن أنت تنقل حياتك القاهرة بقى عشان إن شاء الفن الله. بقى وكده إن إن شاء شاء الله في الله المستقبل؟ إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك متجوز وعندك أولاد ولا؟ تمام. معايا بنت. يعني معاك بنت، هل انت حابب ان بنتك لما تكبر ان هي برضو تدخل في مجال الفن ولا مش هتحب كده؟ لا ده حسب الفهية وحسب مزاجها هي، مش مزاجي انا. يعني انا قصدي ان انت من المنصورة برضو، المنصورة شرقيين شوية، ف احيانا بنلاقي ممثلين بيكونوا من الريف او من مدن من قرى بيقول لك لا انا امثل، لكن ولادي لا، يعني بناتي ما يمثلوش. فكنت حابة اعرف انت كمان متعصب في الموضوع هم ده ولا ايه؟ عايزين اطفال من 8 سنين 9 سنين، وقالوها المخرج قال عندك حد كده، انا ما رضيتش ارشحها. هي بنتك كبيرة ما شاء الله. في تالتة ابتدائي. طب ليه ما رضيتش ترشحها؟ لا 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 لا، قلت لسه صغيرة والكلام ده وما حبش ادخلها يعني هنا. ما حبيتش تعطلها عن دراستها تمام. ولا عشان انت مش حابب اصلا ان هي تدخل في المجال نفسه؟ لا مش عاوز ادخلها في المجال مش والكلام ده. عاوز اصلا حتى لما تكبر؟ ايوه طب ليه؟ خلي ابوها وخلاص. مع انك انت بتحب المجال يعني. انا بحب مش هدخلها. انت حابب ان هي تطلع ايه يعني؟ ربنا يكرمها، ممكن تطلع تجيب كلية حلوة ولا حاجة. ان شاء الله. هل عندك في الاسره برضو مواهب فنيه، حد يعني باباك مامتك حد من اسرتك وكده، وانت بقى وارث الموهبه عنه؟ لا 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 لا. يعني انت طفره لوحدك كده في ايوه الاسره في تمام العيله تمام كلها؟ تمام تمام. طيب انت حاليا ليك مجالات تانية اكيد، برضو بتشتغل في مجالات تانية، يا ريت برضو تكلمنا عن طموحاتك. هل ناوي برضو ان انت يعني تكتفي بمجال الفن ولا برضو هتتطرف لمجالات اخرى؟ هيبقى لك اعمال اخرى برضو؟ ممكن الفن وليه مجال تاني، انا شغال كمان في جامعة المنصورة وكده، ممكن اكتر حاجة ربنا كرمنا وكده وصلنا نبدأ في الفن. يعني مش ناوي ان انت يعني بعد ما توصل هتكتفي بالفن ايوه وهتسيب اي عمل تاني؟ تمام. لان اكيد مش هتقدر ان انت تجمع بين الاتنين مع بعض. المجالين. ايوه صعبة شوية. تمام. انا بشكرك استاذ ابراهيم، وانا ان شاء الله بتمنى لك ان انت تحقق كل احلامك وتوصل ان شاء الله في يوم من الايام لكل اللي انت بتتمناه. ونروح لفقرتنا التانية، فاصل ونعود.